صباح الخير، وحشتوني جدا. النهارده هنعمل اسرع سناكس ممكن نعمله لاولادنا بايدينا، جميل جدا، اقتصادي وطعم ولذيذ ومقرمش على الاخر. هنحتاج فيه بس كوبايه دقيق واحده، اسهل حاجه ممكن تلاقوها عندكم في المطبخ كوبايه دقيق واحده، وهنشتغل بيها على طول. انا معايا هنا نص كوبايه ميه دافيه ومش هحتاجها كلها، انا هحط بس معظمها، يعني تقريبا تلت كوبايه ميه، وهخلي شويه اللي انتم شايفينهم دول ربما احتاجهم ربما لا. هحط عليهم كمان ربع معلقه من الملح، ربع معلقه صغيره كده من الملح، واقلب الملح مع الميه. مفيش بقى بيكنج باودر، مفيش خميره، مفيش اي مواد رفع. وهجيب كوبايه الدقيق اللي عندي، يعني اكيد كل في بيت يعني عندنا في كوبايه دقيق شايلينها نص كيلو دقيق ركنينه، فجبت كوبايه الدقيق بس وهنزل بيها، ما عليهاش نشا، ما عليهاش اي حاجه. تجربه جميله ولذيذه، جربوها. انا بصراحه ما بعملها، يعني جربتها اول مره وكنت خايفه من نتيجتها، لكن نجحت معايا وجميله جدا. وهقلب بقى كويس الدقيق مع الميه لحد ما يتشرب ويعمل لي عجينه تكون قوامها الى حد ما متماسك. ممكن احتاج شويه ميه صغيرين من اللي انا شلتهم، لو حسيت ان الميه كفايه او العجينه مثلا بتلزق شويه في ايدي هضيف كمان معلقه واحده بس من الدقيق، مش هضيف اي حاجه تانية. يعني عجنت كوبايه الدقيق بشويه ميه صغيرين وشويه ملح صغيرين، هي بدات تلم معايا وتماسكت وبقت جميله جدا. خلاص مش هضيف لها اي حاجه تاني، حتى لو فيها سنه تلزيق بسيطه زي ما انتم شايفين كده، سيبوها بقى ترتاح مع نفسها كده حوالي نص ساعه. شوفوا اي حاجه كده اشغلوا نفسكم بيها وسيبوها هي ترتاح عشان نعرف نفردها. هي مش هتخمر ولا حاجه، لكن ترتاح شوية عشان نقدر نفردها مع بعض ونقطعها بالشكل اللي احنا عايزين. بس كده خلصنا العجينة بتاعتنا السحرية السريعة الجميلة جدا دي. انا غطيتها بكيس بلاستيك كده وسبتها ترتاح عقبال ما خلصت شوية حاجات في ايدي. وبعد كده بعد نص ساعة لقيتها زي ما هي كده، ايه بس ريحت شوية عشان ما تبقاش بتعاند معايا وانا بفردها. هنرش شوية دي على الرخامة فوق وتحت العجينة، لان هي ممكن تلزق معانا وتضايقنا شوية، فنحط تحت طبقة وفوق طبقة ونبدأ نفردها. حاولوا ترققوها بس مش لدرجة انها تبقى زي الورقة، يعني رققوها على قد ما تقدروا. زي ما انتم شايفين انا كبرتها كوبايه دي بس هتملانا طبق محترم جدا. وهنجيب قطاعه بقى عندنا اي فورمه، غطا علبه توابل زي اللي انا بقطع بيه ده، وهنقطع بيه الاشكال. ودي ممكن تقطعوها باي شكل، ممكن شكل دواير او مربعات او مثلثات، الشكل اللي تحبوه. يعني انا هعمل شكل دواير وهفرغ الدايره دي من النص بالظبط كده، حاجه شبه الدوناتس بس دوناتس مملحه. يعني قطعت كده دوائر، طبعا الفراغات اللي بين الدوائر دي هنلمها ونعجنها ونفردها برضو ونقطعها تاني. مفيش حاجة هتترمي ابدا، ده كوباية دي يعني لازم نستغلها لاخر ذرة فيها. ده غطى بقى ازازة كحول سبيرتو، طبعا كلكم عارفينه نضيف يعني معقم عندي وشايلاه، استخدمته فرغت بيه الدوائر اللي انا عملتها. وطبعا القطع اللي في النص دي هقليها برضو، هحمرها عشان بنوتي قالت لي انا عايزه القطع الصغيره دي، عجبتها شكلها. يعني ده الشكل اللي احنا هنستخدمه او هنشتغل بيه. هفرغ كل الدوائر اللي معايا بالشكل ده وهسيبها برضو ترتاح حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. اتفقنا هي مش هتخمر ولا حاجه، لكن علشان اضمن انها تنفش معايا شويه في الزيت، وعندي زيت سخن ما يكونش سخن قوي عشان ما يحرقش العجينه اول ما تنزل. وهبدا اقلي فيه اليونتس اللي انا قطعتها دي، عامله زي الدونتس الجميله الصغننه كده، وهحطها واحده واحده اسيبها براحتها. هتاخد شويه وقت لان هي ما فيهاش زيت، ما فيهاش اي سكر، ما فيهاش حاجه تخليها تحمر بسرعه. اول ما احس ان اللون بقى ذهبي من تحت هقلبه على طول. لاحظوا كده هتلاقوها بدات تطلع على وش الزيت، معنى كده انها بدات تستوي وهتنفخ معانا شويه. هي مش هتنتفخ على الاخر عشان ما فيهاش اي مواد رفع خالص، لكن كل ما نسيبها ترتاح بره قبل التسويه هتلاحظوا انها ارتفعت ولونها بقى اللون البيجي الجميل او البني الفاتح الذهبي الجميل ده. كده بالظبط احنا عملنا سناكس حلوه جدا، صحيه وامنه، ما فيهاش اي مواد حافظه. ممكن نكتفي بيها بقى لحد كده، يعني زي ما انتم شايفين شكلها جميل ومقرمشه جدا جدا. هي مملحه، او نرش عليها شويه ملح لو حابين حبه زياده يعني. لكن انا عن نفسي هحط لها ايه، هحط لها تيست الجبنه في الاخر. يعني انا عندي طعم الجبنه، ممكن طعم الكباب لو حابين بقى ندلع الولاد شويه في جو الامتحانات ده ونفك القفشه اللي هم فيها. ده الشكل يجنن، حلو قوي يعني. الولاد ما كناش مصدقين حلاوتها رغم ان انا بعملها على طول، بس كل مره بينبهروا بنفس الطريقه يعني.
فبعد ما طلعت معايا وصفت الزيت اللي فيها حطيتها طبعا على مناديل مطبخ، وبعدين هاخدها بقى في بولة كده وهقلب معاها معلقة من نكهة الجبنة او اي نكهات عندكم، او لو ما فيش مش مشكلة هي بتتاكل زي ما هي كده جميلة جدا. هحط لها شوية من بودرة الجبنة او طعم الجبنة دي وهقلبها، وكده استوت معايا وطلعت معايا ألذ سناكس واسرع واجمل سناكس، مش مكلفة اطلاقا، نتيجتها حلوة جدا جدا. انتوا لما تعملوها هتفرحوا بيها، يعني هتحسوا ان انتوا عملتوا حاجة جميلة. بالهنا والشفا ليكم جميعا، ويا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم الله، واستنوني في القادم ان شاء الله على خير. باي باي، مع السلامة.